برواية الدودي عن أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درجات منه ومغفرة ورحمة. ومغفرة ورحمة كراشي. درجات منه ومغفرة ورحمة. تا تا فتح كارك أبونا إسفالك. مغفرة منه ورحمة. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. من فضلك كريم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ودخل معه السجن
فأنساه الشيطان ذكر ربه. نعم فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث. نعم فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سمع. وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. إن كنتم للرؤيا تعبرون. إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات. بسم الله الرحمن الرحيم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكان في المدينة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة
لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. نعم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند هكذا. قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط. صلى الله عليه وسلم.